هذا وأشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد في دبي بتجربة دولة الإمارات السياسية والاقتصادية وباستمرار نموها وتطورها على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالمنطقة والعالم. لا، ما هو كما ذكر بآخر الحلقة وأنا مقتنع بهالكلام أنه تجربة الإمارات العربية المتحدة هي تجربة ناجحة على الصعيد العربي، التجربة الوحيدة حيث اتحدوا كيانات سياسية مختلفة ودام الاتحاد وصار التلاحم عضوي، ويعني القيادة الحكيمة اللي كانت الله يرحمه الشيخ زايد أيضا أمن للإمارات بشكل خاص ولدبي أيضا بقيادة دبيية حكيمة للغاية الاستفادة من ما يسمى اقتصاديا ريع الموقع بين آسيا التي فيها فورة اقتصادية عظيمة وبين أوروبا والولايات المتحدة. فاليوم دبي هب عالمي يستجلب عشرات الألاف من الشركات بالإضافة لعشرات الألاف من السواح رغم الجو القاسي الذي يسود دبي في أشهر عديدة من العام، بالإضافة للانفتاح الحضاري على كل الحضارات، التسامح الكبير الموجود، هذا كله أمن استقرار كبير. أنا كان بودي أذكر كمان وقت ما صارت الأزمة العقارية بدبي سنة 2009 كيف تم استيعابها بشكل أنه اليوم نسيناها كلها، مع أنه كان في قلق كبير حينئذ تم الاستيعاب. ولذلك تحدثت أنه الأزمات المالية بين مزدوجين التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض أسعار النفط هي سحابة ستمر بسرعة لأنه القدرات كبيرة بمجلس التعاون الخليجي. دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في تنويع مصادر دخلها، إذ أن دور النفط أو دخل النفط في اقتصادها يصل فقط إلى 40%، وهو مختلف عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة لاتفاقية أوبك والدول من خارج أوبك على تخفيض ما مجموعه تقريبا 1.8 مليون برميل في اليوم الذي سيبدأ تنفيذها في كانون الثاني من العام القادم، هذه الاتفاقية ستنجح لسبب بسيط أن دول المنظمة والدول من خارج المنظمة قد عانت اقتصادياتها الكثير من تدهور الأسعار الحاد. بالنسبة لدول الخليج العربي، هذه الدول خسرت في عامي 2014 و2015 ما يساوي 320 مليار دولار فوارق أسعار بين سعر النفط عام 2014 والأسعار الحالية. إذا أضفنا 11 شهر من عام 2016 نصل إلى خسارة تقدر ب 443 مليار خلال ثلاث سنوات الماضية. كلهم يتأثرون بذبذبة أسعار النفط ولكن بأحجام متفاوتة، كما بدرجات متفاوتة. مثلا دولة الإمارات كما قلت كانت أقل تضررا من الانحدار السريع في أسعار النفط من دول مجلس التعاون الأخرى.